وسهلا وأهلا وسهلا ومنقول وداعا أيها السحر، الشعوذة، الحسد، هيدي علم حقيقي. هالطاقة موجودة بوزيتيف نيجاتيف، انت حطها بالميزان مش هيك؟ مثلا اكلت كتير خمره، ما هيك؟ تخيلك ما بقى فيني شويه ملح، بحطوا بزورات معه بحطوا هيك. اخذت كتير جبنه، بحط سلطه. بس هيدي المحايه اللي معك اذا بتستعملها كتير بتخزق الورقه من وقت لوقت. بنتعلم من الالم. ولكن في علم اليوم يلي هو علم النويه. النوايا مش يلي بالفكر، فكر كافر ماكر ماهر والله هو حطه كل شيء، لا إله إلا الله، شوف وين ما في الله. ولكن انت يعلمني نصف بالقبور بالحسد، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هالعلم موجود عند أنطون سعادة، جورج جرجاف، كتار من العلماء اللي حطوا علم الزين، الصوفيين، الباطنية. بتصير انت شفت واحد هيته تقيل الدم ومدري كيف هو، دخيكم ما بينطق، دخيلك هيته لا، ادعيله بالخير، ادعيله بالخير، ما تكون معه بس مش ضده، لأنه هو ضحية الجهل كمان. كل ما انت بتضوي شمعته كل ما هو بينوير بيستنير معك. هو كمان ضحيه. We are all victims of victims. Be a victor. هلا الارمن علنا بالبيت بحطه مي، قمح، ملح، خشن طبعا طبيعي وهيك وهيك. هلا ما بقى يعملوها، ما عرفنا ليش، راح علم ابدان واديان وراح علم. ولكن رح جرب اقراها، وانتو افهم مني دايما ما بسترجي اقراها. اليوم العلم عم بأكيد انه يلي دخلت الجنة بشق تمرة، بتقول بلح، بتقول تمر، بتقول. ولكن التمر يلي من السعودية، مكة والمدينة، زرعوه بأمريكا. وين ننزرع؟ لأنه مكة والمدينة، في كتير بيسموه مكة. إيه أنت اسمك مكة؟ Are you a Muslim؟ ما بتعرف شو اسمي؟ مكة. My name is مكة. What's your name؟ مدينة. Are you a Muslim؟ انتبهوا. M W ميم ميم محمد مريم. هلا رح اقرا هل ليش الطاقة السلبية ما بتحب التمر؟ سبحان الله، لماذا يا ترى يكره الجن والشيطان العجوة والتمر بأنواعه؟ التمرة شق تمرة، باب النطق وباب الخلق. وهالورقة الشفافية اللي فيها طول المريض، ماما فتحت امها، تيتا فتحت امها. هلا عم يجربوا يعملوا سرطان بالمناخير، بعد ما في، بالتم صار شوي بالزلعين، بالقلب بعد، بس رح يصير. لماذا اوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم ناكل 3-5-7 تمرات في الصباح، والافضل 7؟ هلا في هالاكتشاف العلمي، وهالعلم ما بيسترجوا فوتوا عرب، لانه بتصير لا سني شيعي بتعرف كتير قوي، والمكنة ما قدرت تصور طاقة النور بالحضرة المحمدية. ما له، هو فوق العلم، نور إله ولا إله، هو آية. ولكن شافوا هالهالة اللي موجودة بالتمر أقوى من البلح، فيها هالة زرقاء اللون
حول الجسم. هلا بتطلع بالسماء زرقاء، هي منها زرقاء. بتطلع بالبحر ازرق. جسمي 70% مي، انا والرجال، انت وانا. انتبه، هالمي منه لونه ازرق ولكن في طاقه زرقاء. الصفاء يا حبيب قلبي، الصعود horizontal and vertical. زرقاء اللون حول الجسم وحاجزا مانعا لعديد من الامواج. ديش في هلا كهرباء ياخذ أنا كنت بس بدي أمرق هيك، حط إيدي على حدا كهربتيني. هلأ ما بسترجي لأنه أنت فيك كهرباء وأنا فيه كهرباء. هاي طاقة إكستاسي كل إنسان عنده إياها. بس حبة التمرة وشق التمرة وكل هاي كتير في أمواج كهرباء ماجنتيزم اللامرئية ما بتشوفها من هالطيف ذات اللون الأزرق. تشكل درع واقي من السحر والعين الحاسدة والجن والحسد. كنا بس بقى نروح على المدرسة نحن وصغار من 80 سنة، يحطوا بجيبة الأولاد، تحط أمي تمر يجيبوه من هم من لبنان، ضايعة منطقة اسمها عمشيت. حط شوية بلح بجيبة الأولاد، حط شوية طين، جوز، لوز، جمعية الكلاس ومدري شو، وحط حتى يطعموا الاولاد اللي ما معهم. التين ميبس على الشمس والتمر كله على الشمس، وكمان قمر الدين ومشمش يابس، فواكه مجففه. بس اقواهم جذع النخله بيشبه 32 إذا بتقصة مثلك هون 32 مع 32 64 علم المثمن the right of 8 8 ب 8 64. فإذا هالحبة التمر وأقوى وحدة يلي بتطلع بمكة والمدينة، نعم بلاد الحجاز أو شو ما بدكم تسموها، لأن في طاقة قوية هوني بير زمزم من ملايين السنين. من العناصر الموجودة بهالجن يصبحون غير قادرين على اختراق هذا الحاجز الذي ولدته الطاقة المنبثقة والتي تزيل الشحنات الموجبة التي يحبها الجن ومظهرها التمر. ما بيقدر ياخدها، بتقتله للجن، لأنك أنت أقوى وهالطاقة اللي فيك طاقة إلهية حتى الله. كلنا نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. كلنا الله نور السماوات والأرض. هالنور الساطع، بتعرفوا ستنا عائشة ضيعت إبرة، نور ساطع كلهم يشوفون نور، مشان هيك ما إله صورة. فإذا هذا النور يلي هالة هالة هيلو هي اللي بتحمينا. كيف فيني قوي هالنور انا؟ هلا النور عندي ضعيف، الحسد والسحر والشعوذه عم بيقتلني. كيف بدك تقوي؟ اول شيء غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم، انتبهوا شو عم تاكلوا. نزع القشور خطوه الى القبور. نحن هون بلبنان شعب منه الرز، نحن شعير وقمح، والشعير للمريض. نحن شعب القمح، سنبلة القمح ليكم. هلا هاي سنبلة وحدة منها حبة، ليكم شو هالبنك، حبة وحدة بتعمل سنبلة وبتعمل ألف شجرة وشجرة وألف سنبلة وسنبلة وكلها. يا حبيب قلبي حطوا كتاب اسمه One Straw Revolution، أنا عشت معه فوكواكا. مش هالحك كتابك بلبسك كتاب من عنده وعنده الخطف والخطوة بلحظة هيك. وقتها ميتشوكوشي كنت أنا وياه، قال له صحيح بتشربوا مشروبات سماهم،
صار يتضحك فكواك انه عندكم مي ليه بتشربوا من هون؟ بعدين وحده معه قالت هلا جايه بيي صار بسابع جبل رح سخن الاكل دفي. طرفت عين مثل ستنا خديجه، يا اخوتي موجودين معنا، في ناس اولياء هون بهالكره الارضيه، اكيد في بعوالم تانية وفينا انطوى العالم الاكبر. وهي سنه ال46 حضروا الكوكون اجوا على امريكا، ولكن ما في لزوم نلتهي، خلينا بس هالموجود بهاللحظه اللي فينا. فاذا نغير طعامنا ونغير تيابنا، هيدا الجينز المخزق المكسر مدري شو الالوان هيك والتياب يلي هيك، لا تغيروا في خلق الله. ما كنا نعرف، بس هلا عمليه التجميل كلها الشعر المنفوش، تخيلكم المنفوش بالقران الكريم، حطوا هير باور جماعه الصيغ. فاذا بكل بيت في تمر، إذا لقيتي تمرة وما عندي غيرها انطريتك أنت الله أكرمك واشتريتي وجبتي، بس اتركيها أعطيه شقفة لهون. كان في عنا بسينة عند ميتشو وبتفوت على البيت، الكلب خلفت وصارت تطلع، ما خافت من حدا منا، بس بدها تحطن مطرح الاولاد. قال لي ميتشو خدي وان ديت تمرة وروح حطيها هونيك، ما تطلعي برمي ظهرك. نحن بالبيت معنا الحذاء كله بصف هيك مطرح بعيد، حذاء واحد. رحت ما لبست الحذاء، رحت حافية وفي مي وهيك وايام برد وثلج، مشيت شلحت كلسيتي ومشيت حافية. وميتشو تطلع، لبسيني طلعت هيك طلعت هيك طلعت، نويت لميتشو شكرته وخبت ولادها ومسكتها بإيدها ونطت على ثلاث إجرين مش بتمها، صارت تنط تنط تنط، ما تطلع ولا أنا برمي فوت على البيت. حتى الحيوان المريض العصفور البسينة التهمدير مش للكل، فيكم تعطون تين تمر اشياء هيك ناشفة هلأ بتشمسوها على الشمس بتحطوها. بيقول منا تخترق هالطاقة اللي فينا، هيدي الله حطها فينا، الجن والنوايا العاطلة كلها عنا عنصر الفوسفور الغني بالإلكترونات، الإنسان الإثارة والتهيج لدى الأزرق وتمنع اختراق الجن. ومن المعروف أن لمركبات هذا العنصر إشعاعات تألقية فوسفورية تدعم كل هالألطاف والأطياف، اختراق كافة الأطياف والتعامل معه لهذا الحاجز، لأنه الإنسان أقوى، لب الألباب أقوى، نوايينا أقوى، وفينا انطوى العالم الأكبر إلا عبادك الصالحين. هلأ مرة جاي أنا من البيت اللي بنام فيه بهيوستن، نزلت بنام هون، بمشي دغري هيك برجع ببرم هيك وفوت على مركز ايست ويست سنتر ماكروبايتك سنتر هون. من هون بدي اقطع، لقيت في كاميون ما بقى فيني ما بقى فيني، رحت علي قطعت، يعني يا بدي موت يا مشيت. نزل سواق الكاميون قلت له اي ام سوري، قال لي اي ام سوري عم تعتذري ضربتك،
بس أنا ما حسيت بالكمين أبدا. شو بتعمل؟ قلت له بشتغل هونيك. هو أفريقي بلاك مان. قال لي وين هيك؟ قلت له من عشية. كان أول واحد بلاك مان بفوت لعنا. تاني يوم اجوا أكتر واجوا أكتر وصاروا يجوا. وخبر إنه هو ضربني بس أنا ما حسيت بالضربة. شو كان معي؟ قلت له من روزالي تمر. صرنا للكل نجيب التمر من كاليفورنيا لأن جاي هالتمر من السعودية، بس بالسعودية أقوى التمر ومي زمزم. صار اللي يجيب لنا تمر من المكة والمدينة نخليها للمريض. يا حبيبي، وإجت لعندي إليانور جوزة عميد أم دي أندرسون من أهم المستشفيات. قالت لي فيك تجي تطبخي؟ قلت لها 400 شخص بياكل، بدي اجي اطبخ. صارت تاخذ اسيستنت بيساعدوني معي بالطبخ وهيك وهيك. قالوا لي جوزة هيك روحي. هوديك كانت تعطيهم $5 على الساعة. أنا أول يوم طبخت $25، ثاني يوم $100، ثالث يوم عقد لأمها. قال لي عم حرك جري وعم بمشي. قلت له نحن ما عندنا كتاب طبخ، أنا من لبنان وهيك بنطبخ. بعدين شفي. قلت له بدي روح على المستشفى وإحكي. قال لي لا، بيتسكر المستشفى، هيدا بس للعرب. قالت له إلانو بترجع بتنشل وبتمرض. هلأ هيدي أمك؟ قلت له أنا عم بطعمك تمر، عم شب لك مي زمزم. هيدك شو يعني بس للعرب تقتله؟ forgive me. انتبه. قلت له شو عم تحكي؟ هي تجارة عم تعملها. رحت. قال لي هون مكلف $40 مليون مطرح ما انت قاعده. قلت له ما بيهمني كم مليون وكم مليار. انت معك سرطان هيك؟ انت معي؟ قالوا لي بنتنا مارتا. مارتا استاذتي بنتك؟ قالت لي غيرت اسمها. ما صدقنيها، بس هلا من بعد ما هو شفي وصار فيها هيك صرنا بنصدق. قلت لها كل هالمستشفى وكل هالمستشفيات. شقف التمره هالقد. رجعوا إلى الفطرة، إلى إسلام الله، إسلام المسيح، إسلام التوحيد. لبقى تقولي العرب والعربين. كل واحد، أي طبيب بيهتم بهالشهادات اللي عنده، بهالمدري شو بيعطوك ياهن تكريم، سفيرة النجوم، سفير الأطباء، يا شافي مدري مين، وهيك كلهم كبون من بري نوبل ما تحت وما فوق. الله سكن فيك وبعد بدك جايزة وشهادات بتعريف من الناس، اهتمام الناس، تكريم الناس. ميتشيكو شو ما قبلها، وشو كبا من هو صغير. فإذا بترجع إلى أشهد، وهي أحلى شهادة، بي ذا ويتنسينج. هلا أنا مطرح مثلا ما عندنا تمر وما عندنا هيك، في بديل. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. في بديل. أنا ما بعرف، بس هشام بعلمني طش كثير بكل شيء اسمه مكنة. هشام ببرمها هيك 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 من هون هيك. بتفوت بتبرم بتبرم بتبرم. كان في حدي واحد اسمه روجرز وكان عنده تمر شجر وهيك بأمريكا. يجي المريض لعنده نام عبطنا، نط عليه البسينات هاي وهاي وهاي وهاي، نام على ظهرك ينط البسينة هون هون وهون. وأنا أطبخ ودايما شو ما طبخت في تمر بالحلو والبزرة. ما فيني إلكن يعني، مرة عملتها هون بالتلفزيون. قال لي بس اشرب قهوة مدري شو بيصير لي. وقلت له أنت حاطط لي صورة كمال جنبلاط وبتحكي هيك؟ أنا رح أجيب لك قهوة $200 ما تخاف غيري بيدفع.
عملتها من الشعير والتمر، حطيت فيها هيك مطره شغله هيك. رشيتكم اجو بيعمل بن، ما بتصدقوا منه بن. قال لي بطل يوجعني معدتي وهيك هيك فلان. قلت له ايه انا بجيب لك من هنا. بعدين قلت له ليه ده شعير وده هيك وده هيك وده من العشبه وده من هيك وده. حمصوا شعير وحمصوا قمح وحط معه بزر الهيل، حبه الهيل، كبشه قرنفل. بتشم ريحتها يا خيي بن، هي منه بن. شو عم بيعملوا هلا بالبن برا؟ شفتوا كيف؟ بحطوه بالحيوان وبيطلع، بتصير سكران بدك تشرب بس من هاي القهوه. ما خلص عندك تمر. كلنا كان عندنا افه بنسميها افه. نعم. قالت امراه يعني زوجة احد الصالحين، ما في قوم اشد لؤم من اخوانك. قال لي ليش؟ قالت اراهم اذا اغتنيت بيجوا لعندك واذا افتقرت بيتركوك. الله وهذا والله من كرم اخلاقهم يا حبيبي. شوف شو شايف، ياتوننا في حال قدرتنا على اكرامهم وبيتركونا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواننا في سر متقابلين. انظر كيف جعل كل شيء قبيح انت حطه منيح. هلا اكيد اذا ما معنا مصاري ليه بدهم يجوا؟ ما فينا نكرمه. مشان هيك بس واحد بده تعطي صدقه، بدي اعطيك صدقه، ايدك فوق ايدي، هاي حقك، سمحني. ايدك فوق ايدي، مش انا عم بعطيك، سمحني سمحني. مشان هيك بكل عيد وبكل راس سنة وكل راس السنة ورأس المال ومدري شو وينك ايه بدي لك مع اللي عملتي هالصرمية. هودي إلكم أنا، سامحوني مخبيتهم. صرمية وحدة بتأديك وتتعود عليها وهي بتتعود عليك، وتيابك كمان بتتعود علي وبتعود. مشان هيك الرهبات والرهبان، ولكن بدنا نفهم شو معناتها. ما بقى عندك طمع وجشع، مش عن فقر، لو الفقر رجل لقتلته. لا، الفقر المادي، الفقر هيك أتيت له تمم مكارم الأخلاق. واحد للأخلاق، بعدين يزيد مصاري، يكون عندك كثير مصريات لا تملكوا حتى تنفقوا. هلا في سبيل مين بدنا ننفق المال؟ السلاح؟ لا. السلام عليكم اقوى من السلاح عليكم. بدنا نسلح الجيش ونشلح بناتنا واحد اسمه جورج وواحد اسمه ميشيل. تاهوا بهالصحراء، ماتوا من الجوع. يا عذرا يا عذرا شو بقى نعمل؟ قالوا لك هون في مسجد، ما فينا نقول يا عذرا، انتبهي. أنا بدي أسمي حالي محمد. قال له أنا بدي ضل ميشيل. فاتوا لجوا. قال له يا أبونا أنا اسمي محمد وهذا صاحبي اسمه ميشيل، بس ميتين من الجوع. قال له نجيبوا أحلى أكل عنا وحطوهم لخينا ميشيل. بتعرف يا محمد نحن رمضان هلا، بدك كم ساعة تنفطر يعني؟ انتبه. قال بعض النسوان بتروح تشتري بتلاقي جوزها مسك لايدها. هيدا مش عمل رومانسي ابدا، لانه اذا فلت لايدها ما بتخلي شيء، ما بتقشه وبتحطوه. هيدا نعم تفكير اقتصادي. حكمة اليوم، وراء كل رجل ناجح امرأة، فإذا أردت المزيد من النجاح فعليك بالمزيد من النساء. وشكرا. ألا لو بتعرفي بتطبخي كنا منشيل هالطباخ. أخدتها وحطتها بوط النوم. وحدي نكدية قالت له لجوزها يا ريتني كنت تجوزت إبليس ولا تجوزتك. قال لها شرعا لا يجوز الأخ يتجوز أخته. مهضومين مهضومين كلهم يعني، بس يطلبون مني يقولوا لي حطيهم تيتا برجع كلهم بحطهم. تكرم عينكم، هيدي انتو، هيدي انتو كمان، وهيدي انت كمان. بنحبه، ما فيني إلكم بيو لميشيل هون، انت بقلبنا، بس بيك اهم.
عم بقص شعره عند الحلية كل نتفة. بيقول له لا جعجع بتجي شعريته. يا خيي ما بعرف، لا جعجع، حاج جيب لي سير الجعجع، ليش عم تجيب لي سير الجعجع؟ قال له كل ما بقول لك جعجع بيأمزوا شعراتك، وبس يأمزوا شعراتك بتصير الحلاقة أهين عندي. بتعرفوا السياسيين بعدين بيتفقوا على المصلحة، بصيروا يحكوا مع بعضهم، أنا بدي هالكرسي، أنا بدي هالكرسي، أنا بدي هيك قلب جاتو، بدي هالشقفة 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 هالشقفة، كل لو بدي بيع حياتي ولبنان وسوريا ومدري وين بدي يقعد على الكرسي. واحد قال لمرته تاني يوم بعد العرس لازم تعرفي إنه كلمتي مثل الساعة بالبيت، فهمتي؟ قلت له شو يعني؟ قال له يعني لا بتقدم ولا بتأخر. هذوبي هذا شهر العسل وشهر البصل وكنا بدنا نتجوز، بصيدوا حمار 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 أفهم وأزكى. نعم يا الله. واحد طلع بالفان قال واحد يقعد حد وعم بتدخن، قال لي أنا خلقت بسبعة أشهر ما فيني أشرب الدخان، أنا خلقت بسبعة أشهر ما فيني أعمل هيك، أنا خلقت بسبعة. قالت له خيي فوت كفي هالتسعة أشهر خلصني من انتبه. كلنا هيك، وهذا بدها تكون إنه خلصت. بس شو بنعمل؟ قال محشش دفن وحدة شرمانت ومش عارف شو يكتب على قبرها بعد سيجارتين حشيش وتفكير عميق كتب، وأخيرا نامت لوحدها. Thank you.